حزمة من الفعاليات والأنشطة أطلقتها وزارة الشؤون بمراكز تنمية المجتمع في أول يوم من برنامجها الصيفي داخل المناطق السكنية. في وقت فراغ طويل عندنا في خلال الصيف، من أهم المشاكل اللي تواجه أولياء الأمور وقت الفراغ هذا، وقت الفراغ إذا لم تستغله في الشيء المفيد راح يستغله في الشيء اللي ممكن يضره. عشان كذي وزارة الشؤون بتعليمات من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند الصبيح والسيد وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري، نشكرهم على توجيهاتهم المستمرة وحثهم الدائم على أن احنا نهتم في هذه الفئات ونقدم لهم أفضل الخدمات. مراكز التنمية كانت تعاني من الإهمال وقلة الأنشطة، مما جعلها خلية من الزوار في السابق قبل أن تبدأ مجددا بدعوة سكان المناطق التابعة لها. إقبال صار أقوى وأحسن بسبب الناس أنك في انتباه، في حضور، بدأت تعرف مراكز التنمية وشنو بالضبط مركز التنمية وشنو هدفه. احنا هدفنا مركز تنمية المجتمع، تنمية المجتمع مو شيء ثاني، يعني نبي المواهب هذه تطلع، نبي الناس تعرف ان احنا قاعد نوعي المجتمع اللي موجود حولنا. مركز منطقة الزهراء نظم يوما مفتوحا للأطفال في أول يوم من أنشطته الصيفية، حيث لاقى إقبالا واسعا من سكان المنطقة. ما شاء الله فعالياتنا مفتوحة للجميع، يعني بدءا من الصغير للكبير، ورحلات ترفيهية وتربوية طول السنة. مثلا الحين بالنادي الصيفي عندنا تقريبا كل تقريبا 20 فعالية مستمرة، نادي للأولاد ونادي للبنات على مدى 3 أيام بالأسبوع طول شهر أغسطس. تستفيد مراكز التنمية من كوادرها وخبراتها الشبابية في المناطق لإقامة الأنشطة، إضافة إلى الاستعانة بالمختصين من الخبراء والمعنيين بشأن الاجتماعي. تنوع الأنشطة التي تقدمها مراكز تنمية المجتمع لفصل الصيف يعد استغلالا مناسبا لأوقات الفراغ لمختلف الفئات العمرية، لاقى استحسانا ورضا سكان المناطق عما تقوم به وزارة الشؤون من خدمات تقدمها للمجتمع. لتلفزيون المجلس، أحمد الشمري.